إذا لمناقشة قرار السودان إجراء تغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية العليا وأبعاده بالتزامن طبعا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بغداد. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء مرحبا بكم. تغييرات أجراها السودان على قيادات عسكرية وأمنية في مناصب عليا طبعا في الجيش يأتي بالتزامن مع دخول الميليشيات حالة الإنذار. وصفت صحيفة ذا ناشيونال هذه التغييرات بالهزة الكبيرة، ولكن ما هدف السودان من هذه التغييرات في هذا التوقيت تحديدا؟ في البداية تحية لحضرتك. حياك الله سيدي. الحقيقة تغيير القيادات الأمنية مع كل حكومة جديدة أصبح عرف لدى رؤساء الوزراء اللي استلمت العراق بعد 2003. كل رئيس وزراء يستلم ويشكل حكومة يبدأ بتغيير القيادات الأمنية اللي حسب نظام المحاصصة أغلبهم ينتمي إلى قوة سياسية أخرى قد لا ينتمي إليها رئيس. لذلك السوداني على ما سبق فهو أيضا أبعد الكثيرين من كانوا محسوبين على القيادات الموجودة أو الكتل السياسية اللي موجودة سابقا في حكومة الكاظمي وخصوصا من التيار الصدري، وأبعد الكثيرين من محسوبين بشكل أو بآخر على التيار الصدري وأيضا لقوى سياسية أخرى في نفس الوقت. هذا الأمر قرب جعله يقرب من الأشخاص أو الآن أو القوى السياسية تعتقد أو متأكدة من أن السودان يحاول تشكيل دولة عميقة على غرار ما فعله نور الدين مالي من 2006 إلى عام 2014، وبالتالي محاولة المسك بزمام السلطة أكثر فترة ممكنة، قد يكون يبحث عن ولاية ثانية أيضا من خلال سلطة هذه الدولة العميقة التي يحاول بناءها الآن. لكن توقيت التغييرات الآن اللي يتزامن مع ما يجري في غزة وتهديدات الفصائل وأيضا إحساس الميليشيات بالخطر اللي ممكن أن يصيبها جراء استهدافهم للقواعد الأمريكية وتهديدات واشنطن لهذه الفصائل، كل هذه الأمور أصبحت الآن مكشوفة لدى محمد الشيع السوداني بالتحديد. لذلك هو يحاول قدر الإمكان الآن السيطرة على الوضع، لأنه الجميع يعلم بأن حكومة السوداني تشكلت أصلا برعاية السفيرة الأمريكية ولديها التزامات وتعهدات تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. تهديدات مثل التي أطلقها أبو علي العسكري أو غيره، محاولة استهداف المصالح الأمريكية والسفارة الأمريكية بالتحديد، هي بطبيعة الحال تعتبر غير مقبولة لدى واشنطن، وبالتالي على السوداني أن يكون أكثر حزما مع هذه الفصائل سيما. طيب أستاذ بهاء، في هذا السياق، في هذا السياق الفصائل الكبيرة، ونحن نتحدث عن الفصائل والميليشيات المسلحة، لو تطرقنا إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، يعني مصدر مطلع في وزارة الخارجية في العراق يتحدث أن بلينكين سيطالب التوضيحات من قبل محمد الشيع السوداني بشأن هجمات الميليشيات التي أصبحت تتسم بالخطورة وهو على غير المعتاد، أي ليس كما هو متفق عليه بسقوط قتلى. ما معنى زيارة بلينكين في هذا التوقيت وهو لم يكن على جدول أعماله بزيارة بغداد، ولكنه يعني ربما قرر فجأة بأنه لا بد من زيارة بغداد والتقاء برئيس الوزراء محمد الشيع السوداني؟ نعم، تصاعد لهجة الفصائل المسلحة تجاه المصالح الأمريكية ليس فقط في العراق وإنما حتى في المنطقة بشكل عام، كثير من هددت من خلال قنوات التليجرام اللي تابعة إلها، هددت بقصف بعض الدول العربية المجاورة التي تتهمها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يريدون أن ينفردون بغزة بطريقة لا تؤدي. أستاذ بهاء نأسف، الصوت والصورة يصلنا متقطعا، على أي حال نتقدم بالشكر الجزيل لجنابكم الكريم. كان معنا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.